لا يتوب إلى الله أتوب 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 إلى الله في حال المناجات يقول أمير المؤمنين عليه السلام وأنت في حالة السجدة تريد أن تتوب إلى الله وكذا أمير المؤمنين في حالة السجدة كان يقول إلهي أناظر إلي في فعلاتي أم تغرب عني لا والله بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا عالم يا الله يا عظيم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا حليم يا الله يا حكيم يا الله يا سميع يا الله يا بصير رأيتني في المعاصي ولم تفضحني يا الله يا قريب عندما مرضت شفيتني وعندما ضاق صدري رأفت بي ورحمتني يا الله يا مجيب يا الله يا جود يا الله يا ماجد يا الله يا ملي يا الله يا وفي يا الله يا مولا يا الله يا قاضي يا الله يا سريع يا الله يا شديد يا الله يا رؤوف يا الله يا رقيب يا الله يا مجيد يا الله يا حفيظ يا الله يا محيط يا الله يا سيد السادات يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا فاخر يا الله يا قاهر يا الله يا رباه يا الله يا رباه يا الله يا رباه يا الله يا
وجوده يا الله، يا نوره يا الله، يا رافعه يا الله، يا مانعه يا الله. لا تبخل بصوتك في مثل هذه الليلة حتى ينقطع نفسك نادي الله. يا دافع يا الله، يا فاتح يا الله، يا نفاح يا الله، يا جليل يا الله، يا جميل يا الله، يا شهيد يا الله، يا شاهد يا الله. وكأني بالحسين ينادي يا مغيث يا الله، يا حبيب يا الله، يا فاطر ما شاء الله، يا مطهر يا ملك يا مقتدر يا قابض يا باسط. بنية طهارة القلوب جميعا فلنقول يا الله، يا محيي يا مميت يا باعث يا وارث يا معطي يا مفضي يا منعم يا حق يا مبين يا طيب يا محسن يا مجمل يا مبدئ يا معيد يا بارئ يا بديع يا هادي يا كافي يا شافي. يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ذا الطول يا متعالي يا عدل يا ذا المعارج يا صادق يا صدوق يا ديان يا باقي يا واقي يا ذا الجلال يا ذا الإكرام يا محمود يا معبود يا صانع يا معين يا مكون يا فعال يا لطيف يا غفور يا جليل يا شكور يا نور يا قدير يا رب 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 يا رب
أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. ناديتك بكل هذه الأسماء الحسنى، ناديتك يا الله بهذه الأسماء الحسنى، ولي طلب بعد ذلك. الحسين ناداك يا الله فقلت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وأنا أدعوك في هذه الليلة وتمن علي برضاك وتعفو عني بحلمك وتوسع علي من رزقك الحلال الطيب ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فإني عبدك ليس لي أحد سواك ولا أحد أسأل غيرك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم.